السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كي دايرين؟ هاني كلشي وداك الأمور مزيانة، نتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم في الفيديو جديد. اليوم جبت لكم جديد ديال ريلمي، وهذه السلسلة أول مرة غادي نشوفها في المغرب اللي الاسم ديالها نارزو، والتليفون اللي جبت لكم اليوم الاسم ديالو نارزو 50A أو 50A. الممكن ما تعودنا غادي نتعرفوا الخصائص ديالو، واش يستحق الشراء ولا لا. وعاوتاني ما نسيتكمش، جبت لكم واحد لي زيت صونفيل اللي غادي يقدر يربحهم واحد منكم. الشروط ديال المسابقه راه جد بساط. عندك الشرط الاول غادي تنزل تخلي واحد اللايك، الشرط الثاني غادي تهبط البلاصه ديال التعليقات تخلي شي كومونتير كتشوف فيه اي حاجه بغيتي، والشرط الثالث هو تفرج الفيديو كامل من الاول حتى الاخر. طبيعه الحال انا ما غاديش نعرفك واش تفرجتي الفيديو كامل، ولكن علاش بغيتك تفرج الفيديو كامل؟ لان اليوتيوب ملي كتشوف الناس كيدخلوا الفيديو كيكملوا حتى الاخر، يعني ماشي كيضربوا دقيقه ولا جوج كيخرجوا، كيبقاو مع الفيديو حتى الاخر، كيقولوا الفيديو راه مفيد وفيه شي معلومات اللي مهمين. اش كيديروا؟ كيزيدوا يطلعوا الناس واحد اخرين، فهمتي؟ وهذا الشيء علاش بغيتك تفرج الفيديو كامل، باش اليوتيوب تزيد تطلعوا الناس واحد اخرين. واخر حاجه هادي ماشي شرط، الا بغيتي تتابع على الانستغرام مزيانه ما بغيتيش ما كاين حتى شي مشكل. المهم من بعد واحد السيمانه ان شاء الله، يعني نهار 3 ديال السيمانه الجايه غادي تم الاعلان على الفائز في انستغرام عندي. انستغرام ديالي غنخلي لك تحت في الوصف ديال الفيديو حتى في التعليق الاول. ونبداو على بركه الله. اجي نشوفوا شنو عندنا هنايا. بسم الله. اول حاجه غادي نلقاو هنا البوشيطه اللي زوينه. عندك التكشيبات كما كنقول لكم ديما حتى شي واحد ما كيقراهم. شنو باقي هنا؟ ايوا طارت. انا اللي برا باش كنجبدوا لي كارت سيم. حط هادشي هنايا ونشوفوا شنو باقي عندنا. غادي نلقاو التليفون هو هذا. بالنسبه للتصميم ديالو تندوا في مراجعه ان شاء الله عاد غادي تشوفوه. ايوا اخر حاجه غادي تلقى هنا الكابل ديال الشحن والشارجور هو هذا. ونبداو في المراجعه ديالنا. وكما تعودنا في المراجعات ديما اول حاجه كنبداو بها هي التصميم. الشكل ديال التليفون هنايا بان لي كيشبه بزاف السلسله الاقتصاديه ديال ريلمي اللي كتبدا بحرف السي. الدار هنايا كيجينا من البلاستيك وجناب تما كيجينا من البلاستيك. الا لاحظتي معايا الدار هنايا غيبان لك مقسوم على جوج، ولكن واخا مختلفين عندهم نفس الملمس. يعني ملي كدوز يدك بحال هكا سواء على اليمين او على اليسار نفس الاحساس كتحس به. والدار هنايا حرش واحد شويه، سمع يا للروعه. بطبيعه الحال الحروش هي شي حاجه اللي زوينه، لان التليفون ما غاديش يكون كيزلق، بالعكس غادي تحس به محكوم في اليد. المربع ديال الكاميرا التشكيل ديالو زوين، وكاتبين عليه حتى الاسم ديال السلسله، وفي نفس الوقت حاطين فيه البصمه. ملي جربت البصمه الاداء ديالها كان مخير وخفيف لواحد الدرجه اللي كبيره، ومع مره غلطات في كل مره كنحط صبعي كيتحل التليفون دغيا. لا زعما الله يعمرها دار. بالنسبه للبلايصه فين حطوه كاين اللي غادي تعجبو كاين اللي ما غاديش تعجبو. المهم هادشي كيبقى مساله اذواق وصافي، ولكن الاساس والاهم عندنا هو الاداء ديالها 10 على 10. الا مشينا اللي من غادي نلقاو الزر باش كنشعلوا التليفون والازرار ديال الصوت، على اليسار غادي تلقى البلاصه اللي غادي تقدر دير فيها جوج ديال لي كارت سيم مع كارت ميموار في نفس الوقت. اما الى هبطنا للاسفل غادي نلقاو المنفذ ديال السماعات الخارجيه، الميكروفون الخاص بالمكالمات، المنفذ ديال الشحن تايب سي، والسبيكر. نجيو دابا للشاشه. الحجم ديال الشاشه هنايا هو 0.5 بوص، النوع ديالها اي بي اس ال سي دي، وحاجه طبيعيه الدقه ديالها غادي تكون اتش دي بلس، لان 95% ديال التليفونات اللي كيجيو في الفئه السعريه الدقه ديال الشاشه ديالهم كتكون غير اتش دي بلس فقط. بطبيعه الحال ماشي احسن شاشه، ولكن كتبقى مقبوله مقارنه مع الثمن ديال التليفون، لان خصك تعرف التليفون هنايا الثمن ديالو اقل من 2000 درهم. اهم حاجه عندنا هنايا وهو زوايا الرؤيه فيها مزيانين، وحتى ملي خدمت بها في الزنقه تحت الاشعه ديال الشمس كلشي بان ليا هو هذاك. والحاجه اللي حنا كاملين غادي نتفقوا عليها وهي الحافه اللي في الاسفل بانت ليا صحيبي غليظه واحد شويه. نقدروا نقولوا ريلمي ضحات شويه بالشاشه، ولكن راه عوضات علينا بواحد الحاجه واحده اخرى واللي هي الاهم اللي هي الاداء. التليفون هنا سواء بغيتي الخدمه العاديه او التقصار غادي يخدم لك مخير. البروسيسور اللي حطات لنا هنايا كلكم وليتو كتعرفوه وشفنا شحال من مره في شحال من تليفون اللي هو الهيليو جي 85. بروسيسور اللي محترم وغادي يعطيك واحد الاداء اللي مزيان في هذه الفئه السعريه. بطبيعه الحال الناس اللي غادي ياخذوا التليفون غادي ياخذوه على قبل جوج ديال الحوايج، يا اما غادي ياخذوه على قبل الاستخدام اليومي يعني السوشيال ميديا ودوز به مكالمات، هادو غادي يخدم لهم مخير والتليفون ما كيتبلونطا ما والو. دخل اي تطبيق خرج كما بغيتي ما غتلقى مع حتى شي مشكل. النوع الثاني هو اللي غادي ياخذ التليفون على قبل الالعاب، وهادو حتى هما غادي يتبرعوا ليه مع راسهم، لان البروسيسور اصلا موجه للجيمرز. ومن جربت انا شخصيا في الالعاب عطاني واحد الاداء اللي مستقر. ملي كنقول مستقر يعني ما كاين لا لاكس لا ضرب فريمز لا والو. المهم خدم لي بابجي على اتش دي جرافيكس، وبالنسبه للفريم ريت خدم على الهاي. وكنصيحه الا بغيتي تزيد تاخذ واحد التجربه اللي زوينه كنصحك تهبط الجرافيك وتطلع الفريم ريت باش تحس بواحد السلاسه ملي تكون مقصر. المهم اي واحد مهتم بالالعاب او لا عنده ولده مثلا لاصق على شي تليفون باش يقصر به كنصحو بهذا التليفون غادي يخدم ليه مخير. من بين الحوايج اللي غادي يعاونك ملي تكون مقصر اللي هي البطاريه، لان كل ما كانت كبيره ما غاديش تضطر انك كل مره تمشي تشارجي التليفون. والبطاريه هنا كتجينا ب 6000 ميل امبيرور مع شاحن 18 واط. البطاريه اللي كبيره غدوم لك واحد المده اللي طويله، وكل واحد على حسب الاستخدام ديالو. طبيعه الحال كانت الاستخدام ديالك متوسط او خفيف تقدر تصور معك حتى ليومين او حتى 3 ايام بلا ما تحتاج تشارجي. الهاتف كيجينا بالاندرويد 11 مع واجهه ريلمي يو اي اللي كتعتبر من بين افضل الواجهات، واللي عندها واحد الدور اللي كبير في السلاسه والاستقرار ديال الهاتف، لان يقدر يكون عندك بروسيسور اللي مخير ولكن الواجهه اللي كان فيها بعض المشاكل هتحس في التليفون ماشي هو هذا. بالنسبه للمستشعرات كلشي عندنا هنايا ديال الاضاءه كاين، وحتى البروكسيميتي سنسر حتى هو عندنا هنايا، يعني ما غادي تلقى مع حتى شي مشكل من ناحيه المكالمات. وبما ان الهاتف موجه للالعاب فحاجه طبيعيه غادي يحطوا لنا حتى الجيروسكوب. ودابا نجيو للكاميرات. ريلمي حطات لنا هنايا ثلاثه ديال الكاميرات. الكاميرا الرئيسيه كتجينا ب 50 ميجا بيكسل، والثانيه والثالثه كيجينا ب 2 ميجا بيكسل، واحده خاصه بالعزل والاخرى ديال الماكرو. وبالنسبه للسيلفي كتجينا ب 8 ميجا بيكسل. وكما كنقول لكم ديما اقل من 2000 درهم ما تبقاش تصور على الكاميرا، باجي كاميرا مزيانه 2000 درهم والفوق. هذا الشيء ما كاينش ان الكاميرا اللي عندنا هنايا ناقصه، بالعكس الا قارنتها مع التليفونات اللي كاين في نفس الفئه السعريه ديالو راه قاضي الغرض. المهم كيف ديما غادي نخلي لكم بعض التصويرات باش تحكموا على الكاميرا كيفاش دايره.
بالنسبه للفيرسو اللي عندنا كاينين جوج، عندك اسيدي 64 كدير 1949 درهم، وكاين 428 كدير 1899 درهم، يعني 1900 درهم. ونصيحه اخ، انا كنصحك تاخذ غير 64 لان باليه الثمن ديالها جد مناسب، الا في حالك كنتي غتحتاج جيجات اللي زايدين، باغي مثلا 128، ديك الساعه خذ النسخه الكبيره. وهذا مكان. بخلاصه، شكون هما الناس اللي ياخذوا التليفون؟ اي واحد باغي تليفون اللي يقدر يعول عليه وما يتبلوكا ليه، ما يتبلونطا، ما يتقال ما حتى شي حاجه، وفي نفس الوقت يكون رخيص، كنصحوا بهذا الهاتف. واي واحد جيمر اولا انت مثلا كاب بلاصتك الولد ديالك على شي تليفون باش تقصر به والميزانيه عندك محدوده، حتى انت كنصحك بهذا الهاتف. الشخص الثالث اللي غادي نصحوا بهذا التليفون هو شي واحد باغي تليفون ثانوي، يعني باغي يدوز به غير المكالمات، ولكن كيهتم بالبطاريه بزاف، يعني باغي البطاريه اللي تكون كبيره باش يبقى يدوز به مكالمات مثلا من 3 ايام 3 ايام عادي شارجي. هذا الشخص حتى هو غادي نصحوا بهذا، لان كما قلت لك البطاريه عندنا هنا كبيره كتجينا في 6000 ملي امبيرور. وحتى بالنسبه للدراري اللي كيقراو باغي تليفون القرايه، هذا راه غادي يخدم لكم مخير. ما تنساش تشارك في المسابقه، الشروط راه بسيطه كما قلت لك، دير لايك، حط شي كومونتير الا كان ممكن تكمل الفيديو حتى الاخر، وما تنساش تخلي الراي ديالك في التليفون في التعليقات حتى هو. هذا مكان في امان الله، ما تنساش دير لايك يا صاحبي.